أعلن محمد علوش كبير مفاوضي وفد الهيئة العليا للمفاوضات السورية المعارضة استقالته من منصبه، متحدثا عن فشل محادثات السلام غير المباشرة في جنيف بجولاتها الثلاث مع استمرار المعارك وعدم إحراز أي تقدم في الملف الإنساني. وتأتي استقالة علوش بعد أيام من إبلاغ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورة مجلس الأمن الدولي أنه لا ينوي استئناف المفاوضات قبل أسبوعين أو ثلاثة. وقال علوش في بيان نشره على حسابه على تويتر: لم تكن التجربة التي مرت بها المفاوضات في الجولات الثلاث ناجحة بسبب تعنت النظام واستمراره في القصف والعدوان على الشعب السوري وعدم قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قراراته، خاصة فيما يتعلق بالجانب الإنساني من فك الحصار وإدخال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والإفراج عن المعتقلين والالتزام بالهدنة السارية منذ 27 شباط فبراير برعاية روسية أمريكية. وعلوش الذي عين كبيرا لمفاوضي الهيئة العليا للمفاوضات في كانون الأول ديسمبر ينتمي إلى جيش الإسلام الفصيل النافذ في الغوطة الشرقية لدمشق، ويعد جيش الإسلام من أبرز الفصائل الموقعة على اتفاق وقف الأعمال القتالية. وتضم الهيئة العليا للمفاوضات أطيافا واسعة من المعارضة السورية السياسية والمسلحة، وكانت علقت مشاركتها في آخر جولة مفاوضات في نيسان أبريل الماضي احتجاجا على تدهور الوضع الإنساني وانتهاكات تتهم بها قوات النظام لاتفاق وقف الأعمال القتالية.